سمعوا بزاف لو بيرن اوت، وانت كبسيكاتر كيفاش نتجنبوا المرض النفسي؟ طيب بص، انا في المرض النفسي الوقايه دايما خير من العلاج، اتفقنا؟ انا اؤمن في العلاج النفسي ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها بايو سايكو سوشيال سبيريتشوال. يعني ايه؟ بايولوجيكال سايكولوجيكال سوشيال سبيريتشوال. يعني في حاجات جسمانيه لازم تعملها، وفي حاجات اشياء يعني وممارسات نفسيه وممارسات اجتماعيه وممارسات روحية، ممارسات جسدية وممارسات نفسية وممارسات اجتماعية وممارسات روحية، اللي هو احنا بنسميها biological, psychological, social and spiritual. حلو. انت لو عاوز تحسن مش بس الصحة النفسية، الصحة عامة، لازم تشتغل على هذه الأشياء. طيب ناخدهم واحدة واحدة. بايولوجيكال دي تقصد بيها ايه؟ اللي هي الجسمانيه، الرياضه. الرياضه دي من اهم الحاجات اللي بتحمي من المرض النفسي، فلازم العب رياضه. ولو انت بتعاني من المرض النفسي يا ريت تلعب رياضه كل يوم كل يوم. يعني احنا في لماذا؟ امراض القلب، علاش؟ في امراض القلب بنقول، يعني امراض القلب بنقول تلعب رياضه من 3 لـ5 ايام في الاسبوع. انا لو شايف لو في مرض نفسي العب كل يوم. طيب لماذا؟ لان الرياضه بتعلي مادة في المخ اسمها اندورفينز. المادة دي المادة دي الاندورفينز دي بتسبب المتعة والانبساط، فتخليك ريلاكس. عشان كده اي حد بعد الجيم بيحس ان هو ريلاكس وكويس ومبسوط. اوكي، فاحنا غير كده الجسم كله، بعيدا عن الحالة النفسية، الجسم كله بيعاد تصحيحه في حالتين: اثناء الرياضة واثناء النوم. فدول الاثنين دول مهمين. يعني انت لما الامراض تبدا تظهر في الجسم، الجسم يتغلب عليها ازاي؟ ايه الحاجه اللي تحفز الجسم يبدا يعيد هيكله نفسه من جديد؟ الرياضه والنوم. عشان كده الجزء اللي هو الجسماني اللي انا بقول عليه اللي هو الاولاني ده، احنا بيولوجيكا محتاجين الرياضه، وانا ادعو انها تكون. هتقولي طب انا اروح الجيم يعني العب رياضه، اني نوع رياضه؟ انا شايف ان احنا بنبقى محتاجين الكارديو فاسكولار، محتاجين اللي هي حاجات ايروبيك، يعني اطلع على ايروبيك التريد ميل، اجري، سباحه، الحاجات اللي بتزود ضربات القلب، تزود بايك ضربات، بايكنج، تمام. وبرده محتاج ريزيستنس، اللي هو يعني اشيل ويتس. العب نص ساعه كارديو او ايروبيك اكسرسايز، ونص ساعه ريزيستنس اكسرسايز اللي هو الويتس. كده انت هتخلق يعني توازن في الجسم ممتاز. حلو. وتعمل وتنوع ما بين الرياضيات. يعني نفترض انت بتلعب رياضة الجري ورجلك ابتدت توجعك، خلاص نبطل جري، نشتغل بالظبط، نبدل العضلات عشان ما يحصلش اي اصابة، فيكون ده احسن. النوم برضو طبعا. الرياضة، بص طبعا المشكلة في الرياضة هو التحفيز. انا كسلان بلا رياضة، بلا وجع دماغ، مش قادر. طبعا التحفيز مهم. في 3 انواع للتحفيز. في نوع ان انت مش قادر لوحدك، فتروح في مجموعات رياضيه، عارف اللي هو في الجيم بيعملوا، يعني بايك بيعملوها هنا في كندا على طول، spinning سايكلينج، spinning سايكلينج كلاس مثلا، او right زومبا كلاس، او سويمنج كلاس. يعني اللي هي تخش في مجموعه ويبقى في ترينر وبيقول لكم اعملوا ايه، فانت تبقى مكسوف ان انت تقعد ساكت فبتعمل. فدي طريقه. إذا حاسس دي كمان ممكن تجيب بيرسونال ترينر، يعني اللي هو مدرب أو كوتش، أو يقعد يحفزك هو، يبقى تتفق معاه مرة، مش لازم كل يوم، يعني مرتين في الأسبوع هو هيبوش يو ويحفزك. إذا أنت حابب برضو دور على نوع الرياضة اللي أنت بتحبه. يعني في ناس بتحب الجروب سبورت اللي هي الكورة والسلة، وفي ناس بتحب لا حاجات اندفيدوال سبورت اللي هو ليفتنج ويتس، اللي هو الحاجات الفردية. يعني جري الجري لوحدك بالظبط. فالرياضه مهمه. احنا لسه كل ده في البيولوجيكال. الرياضه مهمه، النوم النوم مهم. لازم 7 لـ8 ساعات. وعن انا اشجع الناس تقرا عن السليب هايجين، اللي هو النوم الصحي. النوم ليه طريقه وليه اسلوب، فتبقى لازم تقراها، لان النوم ده هو المرحله اللي الجسم بيجدد الخلايا بتاعته فيها. فانت لازم تقرا ايه هو النوم الصحي. يعني بلاش قهوه قبل النوم، بلاش رياضه قبل النوم،
بلاش السكرين والتلفزيون قبل النوم، يعني ادي يعني على الاقل من نص ساعه لساعه ممنوع التليفون وممنوع التلفزيون وممنوع الانستجرام، كل الحاجات دي ممنوعه قبل النوم، لان اللايتس اللي بتطلع دي بتاكتيفيت البرين فما تعرفش تنام بعدها. حلو، فدي لازم كلها حاجات، لازم برضو بلاش الناب، العرب بيحبوا الناب بالعربي اسمها ايه، اللي هي يقيل او اللي هو ينام في الظهر، ينام القيلولة. القيلوله، القيلوله دي ما تزودهاش عن نص ساعه، لا ده احنا عاوزينها ساعتين، لا لو زودتها لساعتين ممكن تاثر على بالليل تبوظ اليوم كله، فالقيلوله دي نقللها، ونقلل الشاي والقهوه بالليل، ونقلل التلفزيون وقبل النوم، ويا ريت اوضه النوم تكون هو مكان للنوم فقط، او ممارسه العلاقه الزوجيه، المذاكره والعمل والفرجه على التي في والكلام ده بره اوضه النوم، لازم ندرب المخ ان اوضه النوم هي النوم فقط. لو انت جبت بقى اللابتوب وبتعمل ايميلات وبتبعت على السرير قبل ما تنام هتبوظ السليب سايكل. فاحنا قلنا ايه؟ الرياضه، النوم، طبعا الاكل مهم، انا عارف ان انت عاوز تسالني يعني عن الاكل نتكلم عليه، الاكل طبعا والاكل الصحي مهم، الادويه برضو، في بعض الناس بص محتاجه دواء، يعني عشان احنا نبقى واضحين في الحالات النفسيه الشديده مفيش عيب، انا عارف في المجتمع العربي يقول لك عيب عيب دواء حرام، لا ليه نعمل كده، عادي زي دواء الضغط زي دواء السكر، هو حرام ان يجي لك سكر، هو عيب ان يجي لك سكر، هو لا بناخد الدواء لما يبقى فيه مشكله، برضو في العلاج النفسي في كتير اوقات كتيره بنبقى محتاجين الدواء. فده الجزء اللي هو ايه، الجسماني. في الجزء النفسي بقى لازم تهتم بالنفس دي ازاي، على الاقل ان انت تكتب مشاعرك كل يوم في الدايريز كده، يعني تقعد تكتب جورنال يور فيلينج، يعني تكتب اللي انت حاسه بتفكر في ايه، اغلب الناس الناجحه في جميع المجالات هو بيكتب هو بيفكر في ايه، دي حاجه الجزء النفسي في الكتابه مهم. برضو في انواع علاج للنفسي، ان انا لو المرض النفسي او الاعراض النفسيه شديده جدا محتاج حد بروفيشنال بقى بيفهم في الامور دي، ويستخدم العلاج اللي هو معرفي السلوكي او العلاج الجدلي السلوكي، دي حاجات اللي بتسمعوا عنها، وانا زي ما قلت انا عامل لها كورس على اليوتيوب، اذا كتبت العلاج المعرفي السلوكي دكتور نادر عطله كورس كامل تسمعه، لان برضو العنايه، يبقى احنا قلنا عنايه بالجسم وعنايه بالنفس، فيديو زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده عنايه بالنفس، ليه؟ لان الناس بتسمع معلومات هتحسن من نفسيتها، فان انت تسمع محاضرات تحفيزيه او محاضرات صحيه من ناس متخصصه، ده من الحاجات النفسيه اللي لازم تعملها. الجزء بقى الاجتماعي، ايه الجزء الاجتماعي؟ ان انا كلنا محتاجين علاقات اجتماعيه، ما ينفعش تعيش لوحدك، لازم يبقى في اصدقاء، يعني لازم كل واحد يبقى عندك صديق بتكلمه اكنك بتكلم نفسك، تاني صديق بتكلمه اكنك بتكلم نفسك، يعني حد مش بتتكسف منه، ممكن ده يبقى خالك، ممكن يبقى صاحبك في الشغل، ممكن تبقى زوجتك، ممكن يبقى ابنك، المهم في شخص في حياتك انت بتكلمه اكنك بتكلم نفسك، فده برضو الجزء اللي هو ايه، الاجتماعي. ماشي النفسي، هذا النفسي كنا كنهضروا عن لا النفسي. احنا خلصنا الجزء الايه، الجسدي اللي هو الرياضة والنوم والأدوية والأكل الاكل الصحي. والأكل الصحي، الجزء بقى عندنا الجزء النفسي اللي هو من أمثلة منه تسمع محاضرات نفسية، تعمل علاج نفسي مع دكتور نفسي أو معالج نفسي، تكتب مشاعرك، تقرأ سيلف هيلب بوكس اللي هي كتب نفسية، كل دي ممكن في ناس برضو تحضر مجموعات نفسية أكيد بنشوفها في التلفزيون، مجموعات الإدمان أو مجموعات الاكتئاب بيبقوا بيساعدوا بعض، فده جزء نفسي كويس. في جزء بقى الاجتماعي، إن يكون ليك إيه، اجتماعيات، صديق، اجتماعيات. حد تتكلم معاه وتفتح له قلبك وما تبقاش خايف من الإدانة منه. فأنا نيجي بقى الجزء الروحاني اللي هو بقى في المجتمع العربي مشهور، اللي هو you believe in a higher power and يعني ايا كان مسيحي او مسلم، في روحانيات، في حاجات بيقراها، في حاجات بيدرسها، في صلوات معينه بيستخدمها، في معاني روحيه بيعيشها،
وانا كتبت كتاب عن المواضيع دي يعني. بس فانا ملخص الموضوع، عاوز تحمي نفسك من المرض النفسي لازم في رياضة وأكل صحي ونوم صحي وناخد الدواء، لازم أهتم بالناحية النفسية بالكتابة وقراية الكتب وأشوف المعالج النفسي لو الموضوع محتاج معالج نفسي، يبقى في حياة اجتماعية وأصدقاء وناس أنا بستريح معاهم، يبقى في حياة روحية من قراءة كتب مقدسة، من صلوات، من ممارسات روحية اللي بتحسسني بالفرح والسلام والهدوء. ما شاء الله ما شاء الله، غني غني بالمعلومات. البورن اوت، البورن اوت، رجعوا للبورن اوت، الناس بزاف كيعانيوا من البورن اوت في العالم العربي وفي العالم عموما.